مدينة مراكش وجهة وحدت جمهوري فريقي الوداد والرجاء. برمجة ديربي فريقي البيضاء بالملعب الكبير للمدينة الحمراء ضمن قمة الجولة 25 من البطولة الاحترافية صلاة المغرب فرض على بعض مناصري الفريقين العمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. فهناك من اختار الدراجة وسيلة رغم أن المسافة الفاصلة بين الدار البيضاء ومراكش تقارب 240 كيلومترا، وهناك من فضل البحث عن من يوصله إلى مبتغاه، فيما فضلت فئة أخرى التنقل بما هو متاح وإن كان يشكل خطورة. صنف آخر من الجمهور دفع به العشق إلى السفر من خارج المغرب لحضور مباراة الديربي. أنا جايين ديبلاسمون من ألمانيا، ويكاند هنايا مع صاحبي عشيري والمدام ديالي. الماتش ما غاديش يكون سهل، راك عارف الديربي ما يعني ما تقدرش تقول دي برونوستيك، يعني ماتش محلول، يعني تقدر الوداد تربح تقدر الرجاء تربح. نتمنوا ان الماتش يدوز في ظروف مزيانه وان شاء الله اللي مزيان يربح. جينا من المانيا على قبل الديربي هذا، المهم في الشيء كامل هو تكون واحد الروح رياضيه يعني اللي ما بين الفريقين، يعني الرجاء للوداد. طبيعه الحال يعني انا كرجاوي كنتمنى الفوز لفريق الرجاء البيضاوي باش تكون شويه البطوله يعني نتحرك شويه. المواجهة بين الفريقين لها قيمتها بغض النظر عن موقعهما في ترتيب البطولة، بيد أن الأمر مختلف هذه المرة. المركزين المتقدمين للفريقين معا، أنصار الفريق الأحمر والأخضر يتمنى كل طرف منهما أن يكون الحظ إلى جانبه. جيم كازو غادي لمراكش، توقعات الرجاء غتربح أخونا، باينة مربوحة إن شاء الله. كنتمنى أنهم يقدموا نتيجة إيجابية ونمشيو في البطولة 20 إن شاء الله، نبعدوا في الصدارة. وكنتمنى ان شاء الله تدوز اجواء فرح رياضيه. لحد الان ديبلاسمون ديز مزيان، كنشوفوا وداديين مع رجاويين، امور غدا مزيان وفرح رياضيه. كنتمنوا يمشي الروح رياضيه حتى الاخر رمق في العوده، ان شاء الله يكون كل شيء على خير بخير، وان شاء الله تكون احتفالات في التيران وديما وداد. جاي اخويا من كازا في موتور اس اش لحب الفريق الرجاء، بغينا باش تربح في جوج زيرو. ترتيبات تنظيمية أمنية سبقت انطلاقة المباراة، ومقاطعة ألتراس الرجاء للمباراة أضعفت الحضور الجماهيري للمشجعين الخضر مقارنة مع نظرائهم الوداديين. رغم الإيقاع البطيء الذي انطلقت به المباراة، فإن ذلك لم يمنع الودادي وليد الكرتي من هز شباك الحارس الرجوي أنس زنيتي في الدقيقة 13. رد الرجويين لم يتأخر كثيرا، إذ تمكن المهاجم سفيان رحيمي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 21. هدف ثاني للوداد في آخر أنفاس الجولة الأولى من رأسية لصلاح الدين السعدي أنهى به الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر. وخلال الشوط الثاني ضغط فريق الرجاء بكل ثقله بغية إحراز هدف التعادل، وهو ما تأتى له في الدقيقة 73 عن طريق البديل محسن يجور، لتنتهي المواجهة بالتعادل هدفين لمثلهما. كل تمتع مقابلة الديربي في مستوى 4 أهداف. الحمد لله كنظن بأن نتيجة إيجابية شيء ما نقطة حسن من الأشياء. النتيجة للتعادل كنظن بأن نتيجة معقولة، وترى فريق الرجاء لعب بطريقة مزيان. الهدف اللي تسجلنا في الشوط الأول في آخر الدقائق هو اللي بعثرنا شوية الأوراق، ولكن هنا دخلنا الشوط الثاني بواحد العزيمة وواحد الإرادة باش نسجلوا الهدف الثاني. الحمد لله تأثرنا وكنا نقدروا باش نستطيعوا باش نسجلوا الهدف الثالث، لكن نقطة كتبقى إيجابية بحكم أن لعبنا مع فريق متصدر. إحنا ما خسرنا شي حاجة، مازال متصدرين البطولة. الضغط على الفرق اللي جاية تابعنا، إحنا بالنسبة لنا ما عندنا لا ضغط لا حتى شي حاجة. إحنا دابا الهدف ديالنا هو كنفكروا في نصف النهائي ديال عصبة الأبطال. نتيجة التعادل إذن مكنت الوداد من الاستمرار متصدرا برصيد 53 نقطة، والرجاء مطاردا بفارق 9 نقاط مع مباراة مؤجلة للنصر الأخضر أمام حسنية أكادير.